ولكن هل نستطيع فيما بعد أن نتحدث معهم بعد أن تسطع نجوميتهم؟ أنا مصطفى محمد إبراهيم، بلعب في النادي الإسماعيلي 18 سنة، منتخب مصر الشباب مع كابتن ربيع ياسين وكابتن الصيفي، وبلعب في مركز الليبرو، وبتمنى ان انا اعمل حاجه كويسه يعني مع فرقتي ومع المنتخب. احب ان انا العب، لو لعبت في مصر العب في النادي الاسماعيلي، مش العب في اي نادي غيره ان شاء الله، يا اما احترف بره ان شاء الله، ربنا يكرمني بره في الخارج ان شاء الله. انا بحب ازيد في نص الملعب، العب مع زمايلي كوره كده، ما بحبش افضل ثابت يعني، بتحرك وازيد وعادي يعني، بمشي بالكوره وازيد واتقدم اجيب جوان. كابتن الاسماعيلي الصغير ليس مدافعا فقط، بل هو هداف ايضا. احرزت 4 اهداف، ماتش الجيش هدف، وفي ماتش الترسانه هدف، وبلدية المحل هدف، وفي ماتش الاتصالات هدف. مصطفى يلعب في عدة أماكن في الملعب، لكنه يفضل أن يلعب في مركز الليبرو، وهو متخصص في الكرات الثابتة التي يجيد فيها التسديد على المرمى. مصطفى إبراهيم أنا شفته وجالي في أول مرة وإحنا بنشوف مجموعة كبيرة جدا، مجموعة أقاليم، أنا عجبت بيه. وفي ميزة في مصطفى أنه بيلعب في أكتر المركز، يعني مصطفى إبراهيم جوكر ومهم جدا، ولعب الكويس هنا اللي يلعب في اكتر المركز. فمصطفى لعب باك رايت، ولعب باك ليفت، ولعب مساك برضه، ومهم جدا وله دور، وثابت وجوده خلال الفتره اللي فاتت في كل المباريات اللي جالي، ومن اللعيبه الاساسيه برضه. انا برشح له فريق كبير النادي الاسماعيلي، لعيب مهذب، لعيب محترم جدا، سلوكياته كويسه، لعيب بيأدي على اكمل وجه، له دور فني رائع برضه، موجود خلال 90 دقيقه، ومن اللعيبه اللي بنعتمد عليهم برضه، وانا بحبه جدا وارشحه برضه ان يبقى موجود بقوه ان شاء الله تعالى. ورؤيته كويسه جدا للملعب، وعنده ميزه كويسه جدا انه بيلعب بالتسليم، بيسلم الكره الاماميه بشكل رائع وسريع، وممكن يخلق لنا منها فرص نجيب بها اجوال. مثل الاعلى في الخارج ايفان الجيرا، لاعب ريال مدريد السابق، ولو يعني لو اتمنيت ان انا العب بره، اتمنى العب في نادي تشيلسي، الارسنال، نادي من الانديه الكبيره دي ان شاء الله. اتمنى ان انا اشارك في كاس العالم ال 19 سنه للشباب منتخب مصر اللي هتقام في بلدنا، ونتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله، ونوصل لهدفنا وناخد الكاس ان شاء الله باذن الله. الاخلاق والالتزام قبل الموهبه، هذا ما نود ان نؤكد عليه في نجم المستقبل. عامر الوكيل لهنا القاهره.